حلقت النواريس الحضرمية بكأس البطولة التنشيطية لأندية الجمهورية، بينما نكست البيارق العدنية في نهائي مثير جمعهما بإستاد سيئون الأولمبي، حين أعلنت ركلات الترجيح فوز شعب حضرموت ب3-2 لوحدة عدن في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. الحمد لله، شعوري لا يوصف، جهد 8 أشهر ونحن نتعب تمارين، ما قصر كابتن، ما قصر رئيس النادي عامر بن مرتاح، إذا ألف الله خير خلى الجمهور يشوفوا وين، وهذا إثبات جمهور حضرموت. بنحو 45,000 متفرج بدت مجريات المباراة أكثر حماسة. الشوط الأول كان حاضرا من طرفي اللقاء مع تبادل للهجمات المرتدة، إلا أن وحدة عدن كان مسيطرا خلال شوط المباراة الثاني لولا استبسال الدفاع الشعباوي الذي أبقى النتيجة دون أهداف حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية. على المدرجات كانت الصورة أكثر تنافسية، الآلاف هنا يهتفون بأهازيج الفريقين في مشهد كروي لا يتكرر. عرس كبير جدا شاهدناه في ختام نهائيات الدور التنشيطي، هذا الدور الذي لم يكن أحد يتوقع أن يكون بهذا الشكل، الحمد لله وشكر الله، ختامه مس كما يقولون. شكرا، رسالة للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي، إن كرة القدم يعشقها اليمنيون، يتنفس اليمنيون كرة القدم، يحبون كرة القدم، وهي أيضا فرصة لرفع الحظر عن ملاعبنا الدولية، خاصة في محافظة كمدينة مثل مدينة سيئون، لديها منشأة كبيرة ملعب دولي. مراسيم رسمية وشعبية تكريمية حظيت بها المراكز المتقدمة خلال البطولة، إلى جانب جوائز مالية قدمتها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم المنظم لفعاليات البطولة. من بوابة الرياضة اجتمع شتات اليمنيين حين عبرت المنافسة عن شغف هذا الشعب للحياة والسلام، وفي أجواء حماسية كهذه يصدر الستار عن أول بطولة وطنية جمعت شتات الأندية اليمنية بعد الحرب. عبد الله مؤمن، يمن شباب، من استاد سيئون الأولمبي، حضرموت.